خلينا نروح رؤى بعد لمهرجان كان السينمائي، اختتم فعاليته أخيرا، واللي لفتني المشاركة السعودية المتميزة وهي الأولى من نوعها بفيلم نورة. بس مو هذا الشيء الوحيد اللي لفتني، بالأمس انتشر مقطع للأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز وهو يمشي فيه بالزي السعودي الوطني في مهرجان كان السينمائي في صورة من أكثر الصور فخر واعتزاز بالهوية السعودية. الله يشوفك، قولي لي. شيء حلو صراحة لما الواحد يمشي ويعتز ويفتخر طبعا في الدول في المحافل العالمية ويلبس الزي الرسمي. أكيد. شوفي أنا إلى الآن أشوف الفيديو وأبغى أتأكد هل هو شبه الأمير ولا هو فعلا الأمير؟ لأنه الشكل ملفت، عرفتي؟ وبعدين إنه هو مثلا ماشي وشال المظلة بإيده والأجواء في شيء كذا عامل ايرور في راسي، زي السعودي بالهيبه بالهذا وفي شوارع فرنسا ميكس غريب. ايوه صوره غريبه، لكن بالعكس يعني حلو جدا الواحد يعتز ويفتخر بكل التفاصيل، نتكلم عن الثوب، عن الشماغ، عن الغطره، عن المشلح. فالفيديو على قد ما هو قصير يعني مدته ما تتعدى ثواني، إلا أنه بصراحة انتشر بشكل كبير. صح، دائما احنا نشوف في المحافل العالمية حتى مثلا نجوم بوليود الهنود يعني يلبسون الساري الهندي يفتخرون ويعتزون مثلا بزي الرسمي، وزينا احنا في السعودية برضو قاعدين نشوف كثير لما يروحون المحافل العالمية يلبسون لبسهم الرسمي. صحيح. لكن لا ننسى إلى جانب اللبس أنت بعد لازم تكون أخلاقك وتعاملك تمثل وطنك يعني بشكل كبير. وحتى هنا عندنا في السعودية نشوف الجهات الحكومية صارت تجبر لباس زي الرسمي، وأنا بصراحة معاها تماما سواء للنساء أو حتى الرجال، لأنه هو الشيء اللي يمثلك، فأبدا لا تستحمل أنك تلبسه حتى لو وين ما كان. بالعكس أنا أحس الناس الحين صارت تتسابق عليه تفتخر مرة، يعني مو زي زمان. لا يعني الحين مع أنه زي ما أنت بتقولي مثلا في بعض الدوائر الحكومية وغيرها لابد أن يكون زي رسمي والتزام بزي الرسمي، أنا أحس أنه بالعكس غير أن هي ثقافة فيها هيبة فيها جمال، يعني سواء كانت العبايات أو حتى طبعا الثياب الرجالية.